بعرف شو صاير، صرت مقدمة على كتير شغل وبعثت السي في على كذا محل، وتخيل كله بلا نتيجة. ايه والله صحيح، حاسس انه الفرص كتير صايرة قليلة قدامنا. يمكن برأيك لأنه ما عندنا مهنة أو تعليم مهني معين، خاصة هدول المهن المطلوبين بسوق العمل. ايه صحيح، وبتعرفي أنا سمعت إنه شركة إيدكتوس عاملين دورات تعليم مجاني للمهن المطلوبة، يعني فينك تقولي إنه الشغل صار مؤمن بعد هاي الدورات. والله إيدكتوس وتعليم مجاني كمان. إيه؟ واو انترسانت. إيه وشو هي الاختصاصات؟ لحظة شفك الإعلان يا ستي، عنده بمجال حضانة الأطفال مارو خوتري، وبمجال التعليم ليف اسيستنت، وبمجال الرعاية الصحية اندر خوتشكا. وأنا كمان حابة أتعلم بمجال الرعاية الصحية اندر خوتشكا. إيه وأنا حابة بمجال التدريس ليف اسيستنت. سكبي سوكا. يلا سوكا. سارع بتقديم طلبك إلى تعليم مجاني يسهل لك فرصة الحصول على عمل، الدراسة عن بعد أو بمدارسنا في ستوكهولم. للمزيد من المعلومات والتسجيل زوروا موقعنا www.edictus.sa.